اول حاجه كان بغيش كرام على هذه الجائزه هذه اللي كتعني لي الشيء الكبير في ما وبالنسبه لي انا اول سنه ان العب في الدوري المصري ناخذ احسن مهاجم. هذه الجائزه هذه كتعني لي كثير وكتعطي لي واحد الدافع قوي. وثاني حاجه كان بغي نشكر الزملاء ديالي اللي ساندوني باش نضرب في هذا المستوى هذا. واكيد كما قلت لك حنايا في نادي الاهلي ما كنحاولوا اننا ما نفكروش في الشخصيات ديالنا، يعني الجوائز الشخصيه، بالعكس ما كنفكروا اننا نقدموا احسن مستوى ونقدموا واحد الصوره طيبه للنادي الاهلي. وبالنسبه لهداف الدوري فهذه تتبقى كاي لاعب كيبغي انه ياخذ هداف الدوري. والطموحات ديالي كجميع الطموحات ديال النادي الاهلي نحاول اننا اي مقابله واي بطوله ناخذوها نلعبوا ونقدموا احسن مستوى وناخذوا البطوله ان شاء الله. والطموح ديال اي لاعب كما كيعرف الجميع انه يشارك في التظاهره العالميه هي المونديال روسيا. الحمد لله كما قلت لك حنا كنشتغلوا وكنضغطوا على نفسنا باش نقدموا احسن صوره وباش نكونوا في المونديال. وكما قلت الجمهور انا تنحطو فوق راسي، لا بالنسبه اللي كانوا كينتقدوني لا بالنسبه اللي كانوا معايا. وانا كنظن ان الجماهير الاهلاويه الحقيقيه هما كانوا مسانديني لان هذه الميزه ديالهم كيساندوا في الضراء قبل الصراء.